صازه فظاظه وجرجير طازه ورد بيضحك بره الفاز، عاملين زي نجوم السيما احمد رمزي ورشدي اباظه. طبعا الجملتين دول رجعوك اكتر من 15 سنه لورا، صح؟ وانت قاعد على السفره بتفطر وبتتفرج على كرتون زازا وجرجير. حس كده، تعالى بقى احكي لك شويه عن الابطال اللي كانوا ورا الكاميرا والمسؤولين عن جزء كبير من طفولتك. لمده 5 مواسم كاملين كنا فيهم بنتفرج على مغامرات زازا وجرجير اللي عايشين مع باباهم وهاريين ومشاكل ومصايب. اللي اخترع الشخصيتين دول كانوا تامر محسن واحمد مدحت، اما الكتابه فكانت للكاتب الراحل عبد الرحمن الخميس. مع ان زازا وجرجير المفروض انهم اخين توأم متخرجين من الجامعه من كذا سنه، الا ان الكاتب وهو بيكتب الشخصيات كان واضح جدا تعمده انه يكون فيهم صفات طفوليه زي البراءه والسذاجه والحاجات الغريبه اللي بيوقعوا نفسهم فيها. في كل حلقه زازا واللي كان بيعمل الاداء الصوتي ليه معوض اسماعيل، وجرجير واللي كان بيعمل الاداء الصوتي ليه طارق اسماعيل، الاثنين كانوا بيعدوا بمواقف ومشاكل بعد ما رجعوا من اسكندريه للقاهره تاني بعد ما فشلوا انهم يلاقوا شغل هناك. جرجير وزازا في الحلقات بيبقوا عايشين مع باباهم واختهم لؤلؤه وبنتها لولو. الكاتب كان حريص جدا ان طريقه تعامل الشخصيتين مع كل حاجه تكون ايجابيه، ولازم الحلقه تنتهي بانك تطلع بحكمه من الموضوع او استفاده بشكل ما، لان في الوقت ده كان الاتجاه العام لاي برنامج او مسلسل او كرتون ما كانش مجرد الترفيه، لا كمان كان الارشاد والتوجيه بطريقه يعني تتبلع وما تبانش جد وناشفه قوي عشان يقدر طفل يتقبلها. ولو ان اللي كانوا بيتفرجوا على زازا وجرجير ما كانوش اطفال خالص، الشخصيات والمؤديين مع الكتابه الكوميديه توليفه عملت خلطه ناجحه خلت زازا وجرجير ايقونه في حياه مواليد الثمانينات والتسعينات لحد دلوقتي. بس ما ننساش برضو ان التتر كان ليه دور كبير، وراهنك انك لحد دلوقتي فاكره وقاعد تغني. قول لنا، فاكر تتر زازا وجرجير كان بيقول ايه؟